جايز كيفكم شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم بيكون شوفوا انا كنت مخططة اني يكون مورنينج روتين بس حاليا الساعة 5:30 المغرب فكنسلنا الموضوع وبنخليه فلوج مو يعني مو بمورنينج روتين مو بنايت روتين بيكون فلوج داي ان ذا لايف معنا مو بحتى داي ان ذا لايف بيصير نص داي ان ذا لايف بيكون فلوج عادي. شفت تعليقاتكم صراحة رجع الفلوج بما اني راح فلوجز قلت اجيب لكم الفلوجز. كلنا عطلنا كيف اختباراتكم ان شاء الله انكم حليتوا زين جايز اللي في المدرسة can't relate بعدين برجع وعندي فاينلز في ديسمبر جايز مرة متوترة يعني بيكون اول فاينل جامعي فما ادري ايش بسوي بس ان شاء الله زين يعني ورانا وقت صح ولا لا؟ ايه الحين مرة ودي اسوي مكياجي مع اني ما عندي طلعة بس كذا اشتهيت احس من زمان ما سويت ميك اب كلكم تبون ميك اب روتين فيلا 2-in-1 انا وجهي رطبته فبحط كونسيلر على طول احب استخدم هذا الكونسيلر من ميك اب فور ايفر صراحة ما جربت غيره فما ادري اذا هو زين ولا لا بس يمشي الحال فهمتوا؟ هذا هو الكونسيلر حقي بس انا يعني ضابط معاي وما اغير جايز انا شيء يعني ما احب اغير الشيء يعني هذا اوكي زين اشتغل معاي الدرجة عجبتني غطى الهالات اموره تمام بس صرت اشتري هذا كل ما يخلص اشتري نفسه لان المشكله فيني اني ما احب اشتري اشياء جديده فهمتوا تخيلوا يطلع شين كونسيلر جديد وشين هذا اشياء شيء جايز اخر مره اذكر قلت لكم ان انا مشكلتي مع الكونسيلر كان انه دايم يقلب رمادي معي واكتشفت انه المشكله من اللون اللي تختارونه فهمتوا كثير يقولون اوه خذوا الوان فاتحه عشان يعني تفتح الاندر اي ومن هالناحيه بس انا ما ضبطت معي شوفوا انا اخر مره قريت تعليقاتكم كلكم تقولون فرح الكونسيلر حقك مره اصفر وصدق اصفر بس انا الاندرتون حقي اساسا يعني مايل على الصفار مع اذا حطيت برونزر وكل هالاشياء يكون اللون مضبوط بس بالبدايه يكون لونه مره غريب هذا الفلولس فلتر ايام احطه وايام ما احطه احس مالي خلق اليوم احطه فما راح نحطه بعدين باخذ ريفاي تعرفوني من عشاق هذه البرودكت كريم برونزر مو بكونتور احطه باصبعي هنا بعدين اخذ البقايا على الجفن حقي When you said it was over. اليوم طبعا انا ماما وصبا مره طايحين بالسدر الحنه ماما هي اللي تحب الحنه بس سمعت ان السدر صدق فوائده مره كثيره ومره كثير بنات يستعملونه بالذات هالفتره يعني كل بنات خالتي يستعملونه بس انا اخاف فهمتوا لي احسه بيقلب لون شعري احمر او برتقالي هو مره حلو ادري انه فوائده مره كثيره بس انا ما ادري انا اللي يخوفني انه بيغير لون شعري فقط ترى انا معلومه عني ما قد حطيت حنه او سدر في شعري فمره خايفه هل تنصحوني ابدا ولا لا فعلموني واللي جرب الحنه والسدر علموني هل صدق فرق مع شعركم ودي اعرف رير بيوتي بلاش ودي ابدا استعمل لوس باودر الباودر اللي استخدمه زي كذا يكون كومباكت باودر فهمتوا اللي زي كذا هل هو ازين من الكومباكت باودر علموني عشان اذا كان صدق احلى فببدا استخدمه نفس الشيء ودي اغيره جايز والله والله بادي امل من الميك اب حقي فاول ما يخلصون ابي اشتري لي كذا ميك اب جديد برودكتس جديده الحين اغلب البرودكت حقاتي شارلوت ويعني البيسك ستاف ودي استخدم الميك اب باي ماريو برونزر مره وش بعد ابي استخدم لوس باودر ابي بلش جديد اعطوني بلشات حلوه باودر يعني انا عندي ليكويد ابي باودر لان كلهم تكسروا جايز بدون مبالغه كل البلشات حقاتي متكسره يعني عندكم هذا من بنفيت جايز اموت فيه تكسر تدرون ان جتني فترة اعبي حواجبي هو مستحيل ما ادري ايش كان خاطر في بالي يعني كل هالحواجب وتعبينهم بعد وكانت اكثف بعد وكنت مصرة اني اعبيهم بعدين اللي اسويه قلم حواجب للي شعرهم اشقر فهمتوا اللي مرة شفتوا فاتح مرة بزيادة يعني مستحيل الحواجبي هذولي استخدمه كايلاينر بسيط انا الايلاينر الاسود كذا يخوفني شوي فهذه اول ستيب يعني يمكن في المستقبل اصير عادي احط ايلاينر اسود بس في الايام اليوميه احط هذا الايلاينر
فاللي يقولون إن فرحتوا بهذا حق حواجب ليش تستخدمين كايلاينر؟ جايز ترى يعني ما يضر، بيسكلي هو زي الايلاينر البني، بس ما ادري ليش انا قاعدة اتفلسف واجيكم كأنه شيء جديد. ايلاينر بني فقط. بس حبيت اقول لكم انه هو قلم حواجب للي شعرهم اشقر، وبعدين انا استخدمته فهمتوا لي طولت السالفة كان، بس قلت انه ايلاينر بني. بعدين اخذ هذا ستيب يعني على حسب الروقان، اذا كنتي مستعجلة تسوينها سكيب، اذا كان مالك خلق تسوينها سكيب، اذا كان كذا تسوينها سكيب، بس اذا كنتي ما عندك شيء زي الحين قاعد تسوين فيديو تسوين هذا ستيب. هو شو اسمه كحل حق العيون، واحب احطه اللي فوق في الجهة اللي فوق، فهمتوا؟ يعني مو تحت، اذا حطيته تحت قاعد مدري احس شكلي خوف مرة. ما ادري ما جاز لي، لان جتني فتره كنت احط بس هنا اسود، بعدين خفت لان شكلي يصير مره يعني عيوني تصغر وشكلي يكون غريب، فصرت احطه فوق. انا اصعب شيء ليتني سويته قبل لا احط ماسكارا جايز، شلون كل مره اعاني صدق وانا اسوي، يعني اشوف ناس كذا يغمضون عيونهم، الجدات جدتي كانت كذا ودي اصير كذا، فهمت لي؟ بس انا ما اقدر اف. بعدين وش باقي؟ اي باقي لنا بلاش. جايز من كثر ما اني انرحم واحتاج اشتري لي مكياج جديد استخدم المتكسر. ما لي خلق اروح سيفورا جايز، اذا قلتوا لي خلينا نروح سيفورا هذا اكثر شيء يوترني، اكثر مشوار اكرهه ما ادري ليه. والله يا اخي يعني مشوار، وبعدين يجونك الموظفات، وبعدين يعني فخليني على البلاش المتكسر حقي. واستخدم هذا السيتنج سبراي من شارلوت تلبري، مره احبها. هذا العلبه الثانيه. اي الحين نجي ل ماي ليبس. 1 hour later. معليش طفت الكاميرا و قعدت اشحن البطاريات لان ما كان عندي ولا باتري مشحونه، فطولنا شوي غيرت. قعدت انا جوالي تقريبا مره ساعه ترى. كنت اقول لكم عن الروج حقي، فخليني نعيد. فنفس ما قلت لكم اخذ هذا الليب تنت من فنتي، مره بيجمنتد جايز، فانتهى زي كذا. هذا يكون كذا بيس، فهمتوا؟ تنت يعني. I'm gonna line my lips بالليب لاينر اللي مثل ما قلت لكم جايز مغسول، هذا عشقي، الليب لاينر هذا عشقي. انا ايام المدرسه كنت اخذ الليب لاينر معاي، وكان في التنوره وغسلته مورين وصار كذا، من كثر ما هو حلو حتى اذا غسلته في الغساله ما يصير له شيء بس يتقشر. I'm gonna line my lips. بعدين اخذ هذا الجلوس جايز، هذا الجلوس مو بخيال اللي بعده، يعني صدق هذا اكثر برودكت امدحه الكل اللي يعرفوني قلت لهم عنه، مره مره حلو وما قد شفت اي احد يتكلم عنه. دايما تسالوني جايز في الفيديوز انه وش الجلوس حقك، ايش الجلوس حقك، فرح علمينا. هذا الجلوس حقي فور كولكشن، الجلوس اللي ما له لون، بس هو له لون من الارواج اللي استخدمها. هو اوكي ثقيل يعني يتلصق اوكي، بس انه ما يروح. هذا حقي اللي موجود هنا في التسريحه مخلص، شوفوا كيف. انا حقي الاساسي في شنطه الجامعه، خليني اجيبها. هذه شنطة الجامعة، خلنا اوريكم ايش فيها. طبعا يلا واتس ان ماي باج. وش في شنطة الجامعة؟ عندي اول شيء ايربودز حقتي، مستحيل صدق مرة مهمة، عطر لابتوبي. جايز ادري اني افشل اجيب لابتوب للجامعة، بس ما بعد شريت لي ايباد. والله مرة اتعجز اشتري، يا اخي مرة مشوار تشتروني يعني شيء جديد، فهمتوا؟ جهاز جديد، فقاعدة أجل الموضوع إن شاء الله الترم الجاي صدق لازم، أصلا صدق مرة أحتاج آيباد، مرة مرة أحتاج آيباد. هنا عندنا أقلام زرقاء، مناديل، وايبس، كالكوليتر. أو هذا الكالكوليتر يمكن من أيام المتوسط ما شاء الله إلى الآن معاي مستمر. علك، نظاراتي، سو كيوت، اعشقهم مره 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 احبهم. منسلين، مرطب يدين، هذا حلو. احب اليوسرين، يموت حق يوسرين حق اليدين. عندنا ورقه، عندنا بلاش حق هدى بيوتي، كريم بلاش ما استخدمته تخيلوا في الجامعه بس اوكي. لينيج ليب بام،
مرطب الليف لاينر. شوفوا شوفوا كيف هذا شكله صدقي قبل ما ينغسل، قبل ما دخل في الغسالة المفروض شكله يكون كذا. فاللي يسأل عن شكل الأساسي هو كذا، بس هذا بعد ما انغسل. وعندنا الجلوس الأساسي، حتى هذا شوي ويخلص. شوفوا كيف مرة مرة أحبه. حلو فيه إنه ثابت، هو إيه أوكي it's so sticky يعني مرة مرة يلزق، بس تحسون إنه جلوس جلوس لأنه ما يروح أبداً. أكثر جلوس يطول معاي يعني هذا مرة أحبه. it's not sticky، حلو مرة في الأبليكيشن أول ما تحطونه خيال، بس اللي هو ديور بس إنه يروح على طول. فهذا اللي عجبني فيه إنه صدق يطول معاك. خلنا نسوي شعري. شوفوا شعري مرة مو عاجبني اليوم، توني مشطة، فأحس ودي كذا على خفيف أسوي بالدايسن. let's do it. وش ورانا؟ علموني. إيه جايز شوفوا تخيلوا الخميس اللي فات طلعوا عيوني، كانوا يبون يروحون يقيسون نظرهم، هي فيها توقع انحراف أو نقص أو شيء، ما أدري وش المصطلحات حقت العيون، بس فيها يعني تحتاج نظارات. فراحت قاست نظرها وطلع صدق فيها انحراف. بعدين أصيبة راحت معاها وصيبة كان فيها يعني شوي نقص يمكن نص أو شيء زي كذا، فكانوا يبون يطلعون لهم نظارات. وأنا قلت وش وراي، خلنا نقيس نشوف هل فيني ضعف أو شيء. لأني آخر مرة قست يوم كنت مرة صغيرة، يمكن أيام الابتدائي. فيوم قست أشوى قال لي الدكتور إنك أكثر واحدة تشوفين فيهم فا I love that. بس قال إنه إذا تبين تطلعين نظارة نطلع لك النظارة اللي فيها بلو لايت بلو ليد حقت الشاشات اللي تحميك من الشاشة. فأخذت لي نظارة حرفيا قزاز بس فيها البلو مدري وشو، إذا لبستها أحس إني أذكى واحدة في التاريخ. شوفوا كيف. حتى تخيل الأسبوع اللي فات كان عندي كويز ماث، رحت قلت خليني أحط النظارة، والله العظيم يمكن المعلومات على طول انسخت في بالي، هل هي تصدق تجيب الذكاء ولا ايش؟ بس احس اني اذكى واحده ذا اذا لبستها. او كيوت، حبيت اللوك صراحه. بصير كل ما جيت اذاكر احطها عشان المعلومات تدخل في مخي صدق، واحس اني ذكيه وقتها. وصدق انا احتاجها لان تعرفوني دايم اقعد على اللابتوب وامنتج وهالاشياء، فحسيت انها بتفيدني. هل هي صدق تفيد ولا بس كذا كلام فاضي؟ ما ندري، بس قال حماية وليش لا؟ طب أحيانا تجيني مسكات أصير أسوي مكياجي كذا الساعة 2 الفجر، ليش؟ ما حد يدري كذا. أو أحيانا كذا أشتهي أحط ميك أب، والحين ودي أسوي شعري. واي نوت؟ واي نوت؟ وش ورانا؟ بستخدم الدايسن عشان أسوي شعري، مرة أحبه. في ناس صدق they don't know how to use it، بس من أول ما شريته مرة كان سهل الاستخدام، يعني مرة ما يبي له تفكير، وهذا يجي مني يعني أعرفه إنه صدق مرة سهل. I'm not gonna section my hair لأن مالي خلق، وبسوي كذا أي كلام عن الخاطر، فهمتوا؟ بس أبي أخذ مني دقيقتين بس، كأني ما سويت شيء حتى، كذا رتبه شوي نعمة أكثر، فهمتوا؟ كان منتفش بعد الشاور. مشتهية كرك، أبي كرك. نو قرقة أيوة، ماني بجيبت لك كرك. ليه؟ من ليه؟ صيبتك فين؟ أنا مرة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم خلاص أبغى ماتشا، شربت ماتشا. بس كرك مع الأجواء جايز برد والله العظيم. نو بس المخمل حتى صيبة صيبة عبايتها، شوفوا شلون تكنولوجي. رايحين نجيب كرك ماتشا. صبت تبي ماتشا، طبعا هي اللي تسوق فانا ما اقدر، ما عندي I have no say in this. so تدري اليوم ماما حطت ماتشا في شعرها تحسبها سدر؟ احلفي اقسم بالله ماتشا. ايه يا عمري هو لا اصلا جتني اليوم قالت لي فرح لازم تجربين السدر انه مره حلو. اتس يعني خلطه مع ماتشا. هي قالت هذه العلبة السدر متى شريتيها؟ قلت مو بسدر هذا ما كانت تحلفي.
يعني هو احسه وده ينطق ارحميني. بس والله صابرة عليه. شوف المنقطع نصه. بسم الله الحين وقت التيست تيست. طلبت لي انا الماتشا العادية يعني بحليب عادي، صبت طلبت بحليب اوت. ادري ليش تفلسفتي كذا؟ بس قال لي حليب اوت فيها فوم. Oh my god it's so good صبا. سي صح خيالي. I'm obsessed. كيف حقك؟ مو طبيعي طبعا. حلو. So good. أجل ليش القهوة كانت مرة شينة؟ كانت شينة مرة مرة يمزمان ما ذقت قهوة شينة. فعلنا عليها. إيه ورحنا قلنا نوش القهوة. بس الماتشا يا أخي أخيرا لقيت محل يعني. أنا قاعدة أقول فرح أنت قد قلتي إن الماتشا حلو الماتشا حلو ما صدقتيني. إيه خيال خيال خيال. راح أمسح. لا اوه شوف الزحمة. اوه ماي جاد.